السلام عليكم. اليوم نتكلموا عن المنفذ الجديد لميناء وهران نحو طريق السيار الدائري الخامس للمدينة، حيث أنه فيه جسر عملاق، واحد من أكبر الجسور في إفريقيا وواحد من أكبر الجسور في الجزائر كذلك. وهنا نشوف يعني العمال أمام يعني الكولون تاع دابوي تاع الجسر، يعني الحجم نتاع العمال كيف يظهر امام الاعمده نتاع الجسر هذا العملاق اللي راح قيد الانشاء. حتى انه يبلغ طوله حوالي 1000 متر، والعلو ديالو 240 متر في الجزء الاعلى نتاع الأعمدة هذه. وهنا نشوف الأشغال مازالها متواصلة في هذا الجسر العملاق. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.